صلاة الليل. صلاة الليل. مثلا يسمع يوميا. انظر إلى عيد أهل الإسلام وعيد أهل الأرض. مقارنة بسيطة. أهل السنة صلاة الجمعة وخيرات منهم. يستقبلون العيد بماذا؟ بالطعام وبالمعاصي. بالطعام. بالسهر أو باستقبال اليوم بأول النهار. أي إنسان مسلم أو كافر يسهر هذا حياته فاسدة صح؟ معروفة. وإنسان يحافظ على الأوقات أنا مبكر واستيقظ هذا إنسان ناجح. أي نعم. فاستقبل أول السنة عندهم العيد بالسهر وضياع الأوقات وضياع 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 وبضياع. نعم. أما السنة استقبل العيد بالصلاة بالصدقة بالتهنئة بالعيد صحيح. نعم. صدقة حاضر. طيب ما السنة في الخروج إلى صلاة العيد؟ تخرج من الطريق وتعود من النار. قبل أن تصلي العيد يستحب أن على ثمرات طعام أو شيء. نعم. حتى تحقق الفطر في هذا اليوم لأن صيام يوم العيد محرم وتفرق بين الفريضة والنافلة. طيب تسمع التهنئة بالعيد تقبل منها وتقول نعم. بعد هذا ذكرنا صلاة التراويح وذكرنا ما تعلق بالاعتكاف وزكاة الفطر وصلاة العيد يبقى معنا التكبير. التكبير مطلق ومقيد. لا مقيد بقى الصلاة من ليلة العيد المغرب تبدأ بالتكبير بقى الصلاة. هذا تكبير مقيد بقى الصلاة والتكبير المطلق في كل الليلة إلى انتهاء يعني إلى مغرب يوم العيد.